طيب بالفو سامنتي ياكم نو يا تتبت سناوچ مندناچو يميلوتن ايتن نبر ان شاء الله يا تتبت سناوچ ميبالوت امست ناچو كالم بهالا انديت نو سو ميتاطبو ميلاون نغر بتوسنه ملكو لمايت موكرن نبره با الله سبحانه وتعالى فقال ان شاء الله كذاو انقطلال ان شاء الله. وقال المؤلف احمد الاصفهاني رحمه الله تعالى عليه: فصل الاغتسالات المسنونة. سنة يتتبت سنة وش عم مستنا تشو كالون بوهلا النسون كاستا وصو بوهلا يمجمع رياو التسمية تونو بسم الله مالتنو أكمل الوجه يتشالنو بسم الله الرحمن الرحيم مالت هيا قلتنو كذا الوضوء قبلهن وكذا وضوء مجمع ريا مادرق أسفل لقال لالن ودون أموالتو كأدمو مادرق يتشلال ألي عم دقمو كما ذكر ذلك بمذهب الشافعي لا يفكرون حديث ما لورتم زند بيالو اغروچون بوحالا ازاغيتو بوحالا متاطب يچلال عليام قدمو ماسقدمو يتشال نو ودو يتمالا ودو يادرغال كذا بوحالا اجوچون امرالو يدي على الجسد نو اجوچون بلاو لا ياسالفه وهان مدرسه ياسفلغال برغت اجم ما يدرسبت بوتا الله يتفلغو نغر مندنو الكوي وهان بسونت لاي ما دارسو تاميم البدني بالماء نو بلنا وهان بسونتن بوها ما دارسني يتفلق انجي ماشي عندنا سو جربون ما ينكاسو سلاله ما لذلك امرار اليد على الجسد زين مولو لمولو ما درس يتفلق قال مالت ان شاء الله كذا اجي مدرسه باللبتنا مدرسه بميچلبت بوتا ولو دم تلو كتاتل مو سيا بقى درقو ليلانياو اسكميتاطا متطبق ايتطبقبت مالت نو ايهن يادرغال قال كل غزي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قني قنياچو ماسقدماچو سناچو سلوونه تقديم اليمنى على اليسرى نوالن بقني بكور يالون كغرا بالو ماسقدم ياسفلغال ايهنن بتقلا الله سنسرا انديت نجمرالن نالن مجمريا سويو نيا يادرغال اليس كذلك نيا يادرغال كذا بالا من يلال بسم الله يلال كذا من يادرغال كذا من يادرغال ازاله النجاسه ان كانت على بدنه بسونته لاي نجاسه كاله نجاسه ينكاون سفرا يا طبعا نجاسة باينورم سويو جنابة كهونة مثل نجار جنابة كهونة شن تكنا كاول مثالي شن تينا كاون بوتات وان دمارت نجاسة ماله إذا ما كسرنا تولي أما جن نجاسة باينورم من كون جنابة كهونة يا جنابة كهونة بتن سفرة من الرجال مارتنا بلطون بماتب يجمع رال كذا ودو على الرجال لكم كترو من الرجال ودو على الرجال الودو قبله السلام ما هون تتبتن إذا ميدرج يتناجر كونه ودو كذا الرجال بوهلا بكني بكل كما تطاو وفيت مجمره منو تشوني طبالكو صغرون يطبال ها صغرون يطبال صغرون كاطبا بوحالا بكني بكل يالون سونتون كفيت لفيت بستكول يطبال بمقتل بكني بكل يالون سونتون كجربا بستكول يطبال كذا بغرا بستكول يالون سونتون يطبال كفيت لفيت كذا بغرا يالون كحالا يطبال فقد اتم الغسل متطاب يبالو نجر امو الله معناته قلت نو انجدي የሚታጠቡ ነገሮች በትጥበት ወቅት ሱናዎቹና ፈርዶቹ ግዴታዎቹና ሱናዎቹ እነዚህ ናቸው ካል እነዚህ ለግዴታ ትጥበት ነው ስናወራ የነበር ነው አይደለም ለምን ወለዚ ይጁብ ልጉስላ ትጥበትን የሚያስፈርዱ ነገሮች ሲተቱ አሽያ ብለናል ስድስት ነገሮች ናቸው ብለን ግዴታ ትጥበት አለ ብለናል አይደለም ሰው ለጀናባ ይታጠባል ሲል ልጅ ለሃይድና ለኒፋስ ትታጠባለች ሰው ሲሞት ይታጠባል እንደዚሁ ደግሞ ምን ይወጣ እንደሆነ ከወንድም ከሴትም የዘር ፈሳሽ የምንለው ነገር ይወጣ እንደሆነ መታጠብ ግድ ይሆናል አለ መፍሁም እነዚህ ብቻ አይደሉም ያለ ነው አልግትሳላቱ አልመስኑነቱ ሱና የሆኑ ትጥበቶችም አሉ ብንታጠብ አጅር እናገኝባቸው ባንታጠብ ደግሞ ችግር የሌለበት የሆኑ ትጥበቶች አሉ አለ ግልጽ ነው አይደል አሁን ያወራነው ስካውንስ ለምን እንደነበር ግዴታ ስለሆኑት ትጥበቶች ነበር
አሁን ደግሞ ሱና የሆኑ ጥበቶች አሉ አለን ግን ነገርየው ግዴታም ቢሆን ሱናም ቢሆን አስተጣጠቡ ግን ያው ነው ለውጥ የለው እ እንደዛው ነው የሚታጠቡ ማለት ነው ግልጽ ነው يا جماعه እ مرحبا والاغتسالات المسنونه እነዚህ ሱና የምንላቸው ጥበቶች 17 غسلا 17 ጥበቶች ናቸው ስንት ናቸው ወይም ለ17 ነገሮች እንታጠባለን እንደማለት ነው የትጥበቱ አይነት አይደለም ማለት ነው 17 ጥበቶች ናቸው ሲል የምንታጠብባቸው ምክንያቶች ስንት ናቸው 17 ናቸው ለነዛ 17 ምክንያቶች መታጠብ ሱና ነው አጅር ያስገኛል ባያደርገው ሰውየው አይቀጣም ማለት ነው ግልጽ ነው ያ جماعه ባያደርገው ሰውየው አይቀጣም እንግዲህ ከዚህ በፊት ስለ ውዱ አውርቷል ውዱ ላይ ሱና የውዱን ግዴታዎች ነገረንና ውዱን የሚያስፈሩ ነገሮች ነገረን እንጂ ውዱ ሱና የሚሆንባቸውን ቦታዎች አላወሳለንም ያንን ከማውሳት ሊጀምር ማለት ነው ግልጽ ነው ምክንያቱም ከዚህ በፊት ባለን ውይይት ላይ ስራ አላነሳ ነው ማለት ነው ውዱም እንደ ትጥበት ምን ይሆናል ሙስተሐብ የሚሆንባቸው ስፍራዎች አሉ ማለት ነው ውዱም እንደ ትጥበት የሚወደድባቸው ስፍራዎች አሉ ምንነግረኛል መቼ ነው ውዱ ማድረግ ሱና የሚሆን ለሰላት ማድረግ ግዴታ ነው መቼ ማለት ውዱ ያጠፋ ሰው ውዱ መልሶ ማድረጉ ሰላትም ጠዋፍም ማድረግ ምንድነው ግዴታ ነው ማዳ ذلك ሰውየው ቢታጠብ ሱና የሚሆንባቸው ቦታዎች አሉ አንደኛው እንቅልፍ በፊት ነው ምሳሌ ሆኖ ነው አንደኛው ምንድነው እንቅልፍ ነው ሌላኛው ወልውዱ عند الغضب ስትቆጣ ነው አይደል ቤተሰብ ሰው ያስቆጣ እንደሆነ ጓደኛ ያስቆጣ ባልተቤት ያስቆጣች እንደሆነ ወይ ምናምን ምን መሆን አለበት መታጠብ ምን ነው ነገር يا جماعه ምንድነው አለን ሱና ነው ሱና ነው ግልጽ ነው ሌሎችን ቦታዎች ላይ ይወደዳል እንደማንም ውዱ ከሂጃማን በኋላ ይወደዳል ከሂጃማ በኋላ በርግጥ ጥበትም ይወደዳል ነገር ግን ውዱ ማድረግም ከፈለገ ውዱ ማድረግም ይወደዳል ማለት ነው በማንኛውም ሸሪዓው ባጎላውና ትልቅ ነው ብሎ በገለጸባቸው ቦታዎች ላይ እንደዚህ ውዱ ማድረግም የተወደደ ነው ለምሳሌ قراءه القران لقراءه القران ودو ما درك يتودد انه بينورهم كون عند سو لشريعه علم ليمار يا الله الشريعه ليمار سي متا قلت ما ادري درس الشرعي سي متا زي بوتا لاي ودو ادرغو بي متا يتودد غداي نو مسجد لمقمت اعتكاف اسبو بي متا ودو ادرغو مقمت يتودد نو لمن شريعه تعظيم لا درغاچو كف كف لا درغاچو نا بوتا لسطاچو غدايوچ انسو لماكبر بمين متاطبو يتودد غداي نو معناتنو ወንጀልም የሰራ ሰው ካለ ወንጀል ሰርቶ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመመለስ ያሰበ እንደሆነ ታጥቦ ውዱ አድርጎ ማለት ነው ሁለት ረካዓ ሰግዶ አላህን ቢለምን የተወደደ ተግባር እዚህም ቦታ ላይ ለተክፊር المعاصي ውዱ ማድረግ በጣም የተወደደ ጉዳይ ነው ማለት ነው በራሱ ዱዓን ባያደርግ በነገራችን ላይ ሰው ውዱ ቢያደርግ ወንጀሉ ምን ያረጋል ያረግፋል ወንጀሉ ራሱ ያረግፋል ውዱ ማድረግ በራሱ ማለት ነው ذلك ውዱ مستحب የሚሆንባቸው ቦታዎች አሉ። እንደዚሁም መታጠብ ደግሞ በዚህ ልክ مستحب የሚሆንባቸው ቦታዎች አሉ ይያለን ነው። ስንት ናቸው አለን? 17 ናቸው ማለት ነው። በርግጥ እነዚህ ብቻ አይደሉም ሌሎችን ቦታዎች አሉ ያልዘከራቸው ግን ሙአሊፉ በወሰናቸው ቦታዎች ላይ እናቆማለን ኢንሻአላህ። የመጀመሪያው አለ ምንድነው? غسل الجمعة ነው። لا يوم الجمعة መታጠብ ነው ለየውም الجمعه መታጠብ ነው ጁሙዓ የምንለው ነገር ሶስት ነገሮችን መጠቅለል አለበት ጁሙዓ ለመባል አንድ የሰዎች መሰባሰብ መገኘት አለበት አንድ ሁለተኛ ቀኑ እንግዲህ መቼም ጁሙዓ ከመሆኑ ጋራ ማለት ነው በሌላ ቀን አይሆንም ማለት ነው ቅዳሜ አይሆን እሁድ አይሆንም ማለት ነው ጁሙዓ ቀን መሆን አለበት የሰዎች መሰባሰብ መገኘት አለበት በቤት በመስጂድ ኹጥባ መኖር አለበት ሰላቱል ጁሙዓቲ መኖር አለበት እነዚህ ነገሮች ሲያሟላ ጁሙዓ ይባላል ለዚህ ቀን መታጠብ ሱና ነው አለ ሱና ነው በርግጥ وهو سنه مؤكده በጣም የጠበቀ የሆነ ሱና ነው እሷን መተው በተለይ ደግሞ ደጋግሞ ተጥበትን መተው በጣም የተጠላ ጉዳይ ነው በጣም የተጠላ ነገር ነው ደጋግሞ መተው ለምን ይሄንን ምታበረታታ የሆኑ ሐዲሶች
كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتزقوا بطام بزو ناتشو مالته منها قول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم قالوا من اتى لجمعته جمعان يمتى سو فليغتسل يتطبل اون زي حديثو قطعه تعزاز نبر ينبره من اتى لجمعته جمعه يمتى سو منين لو يتطم تعزاز نو عدل تعزاز دمو منفصه مندنو غديتها نو ها غديتها نبره لكن ايهنن كغديتانه زك ادرغو بسنه درجه لا يسقمطو يلينا النبياتنا محمد صلى الله عليه وسلم نغغراچون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تودع يوم الجمعه يا جمعه كان ودو يادرغ يهونه سو فبها ونعمت يادرغ اندهونه طرونات نغرغن قال ومن اغتسل قالوا يتطب اندهونس يتطب اندهونس فالغسل افضل ما تطبو يتشاله نو قالوا አየ ስለዚህ ምን ይቻላል ማለት ነው? ውዱ አድርጎ ብቻ መምጣትም ይቻላል ማለት ነው። ይቻላል ይቻላል። የጁሙዓ ቀን ትጥበቱ መቼ ነው የሚጀምረው? መቼ ነው የሚጀምረው? የምን 11 ሰዓት? ከፈጅር በኋላ። ቀኑ የሚጀምረው የሙል ጁሙዓ ግን በሌሊቱ ስለሆነ በለሊቱ ስለሆነ ለይተ ጁማአሁን ትላንትና አይደል የሚጀምረው ዛሬ ቀኑ አለቀ አይደል አሁን አለቀ ቀኑ የጁማአ ለይለ ጀመረው መቼ ነበር ትላንትና ነበር ጁማአ ገብቷል ብሎ ካሱ በኋላ የሚታጠቡ ሰዎች ስላሉ ብዬ ነው እ ከላ የጁማአ ተጥበት ወቅቱ የሚጀምረው መቼ ነው بعد الفجر እ ከፈጅር ሶላት በኋላ የትኛው ፈጅር الفجر الصادق لمن لا صبحي ሶላት የምንመጣበት የሆነች ፈጅር በኋላ ነው የሚጀምረው የሚያበቃው መቼ ነው? ሀ? ምን ሲሆን? አዛን ሳይል አይደለም። አንድ ሰው ጁሙአን አላገኝም ብሎ ተስፋ በሚቆርጥበት ቀድረ ነው የሚያበቃው። መፈው? ይገባችሁ? ሀ? አንድ ሰው ጁሙአን አላገኝም እሷን ልሰራት አልችልም ብሎ በሚያበቃበት ቀድር ላይ ታበቃለች። ያስተውቃል አይደል? እ? ሰውየው ለምሳሌ ኹጥባ ተብሎ ሶላት ተጀምሮ እ? አንዱ ረካ ቢያልፈው የሚያልፈው ቀድር ላይ ከደረሰ እ? ይሄ ምን አልፎታል ማለት ነው? ጁማአን ያገኛል እንዴ? አያገኛትም። አለል አቀል ምን ማግኘት ስላለበት? ምን ማግኘት አለበት? ኢድራክ ሶላት ለጁማአ ምን ወራለበት? እሷን ካላገኛ ጁማአ የለም። ስለዚህ በዛች ቀድር ይጣፋል ማለት ነው። ጁማአ ምን ለው ነገር ይጣፋል ማለት ነው ዳጁ። ግልጽ ነው? እ? ማን ነው የሚታጠበው? ማን ነው የሚታጠበው? እ? ጁማአ የሚዋጅብበትም ሰው የማይዋጅብበትም ሰው ቢሆንም ህፃናት ይዋጅብባቸዋል? አይዋጅብባቸው ግዴታ ይሆንባቸው እንደ ህፃናት አይሆንባቸው። ነገር ግን በእነሱም ላይ ቢሆን ዋጅብ በሆነበትም ሰው ላይ ቢሆን መታጠቡ ሱና ነው። ምን አደርጋለሁ ብሎ እስካሰበ ድረስ ጁማአ መጣለሁ ብሎ እ እስካሰበ ድረስ ልጽና አይደል? ጁማአን እመጣለሁ ብሎ እስካሰበ ድረስ ላሰበሰው መታጠቡ የተወደደ ተግባር ነው ማለት ነው። مرحبا አይ ግልጽና አይደል? እ ሴትም ትሁን ወንድም ይሁን ጁማአ ያለበትም ሰው ይሁን እ የሌለበትም ሰው ይሁን ያንን ሁዱሩን የፈለገ ሰው በጠቅላላ መታጠቡ ጥሩ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድነው አለ? عيدين نوالا لولتو عيدوش متاطب نوالا نبياتنا صلى الله عليه وسلم فقد خص لنا عيدان اين امه محمديه صلى الله عليه وسلم يعني من محمد صلى الله عليه وسلم من امه نبياتنا صلى الله عليه وسلم كليلوج حزبوج بهولت عيد نطلوتال بهولت عيد ليتوتال لنا عيدين عيدوچو من دناچو عيد الاضحى وعيد الفطر ناچو ሁለት ዒዶች ነው ያሏቸው ሁለት በዓላት ማለት ሁለቱ ዒዶች ዒዱል አድሃ ወዒዱል ፍጥሪ ናቸው። እነዚህ ለሁለቱ ዒዶች መታጠብ ምንድነው የተወደደ ተግባር ነው ማለት ነው። ለማን ነው የተወደደው? እ ለማን ነው የተወደደው? ለማንም ሰው ሰላተ ለ አሁን ሰላ ጁሙአ ተጥበት የሚወደደው ለማን ነው አለ? لمن اراد حضورها نوال
السؤال لما أجن تلف لك سون وعلن عارف أما أجن عيد يعيد تتبت جن لما أن يوم سعيد ولا جن يسوى مولو يتوددنه صلاة العيد متو كسوتش قارب يسقدم بايسقدم متى تبو من دون أركون جماعة يتوددنه مصلى أبو تعالى متو بيجنيم بايجنيم مالتنه ما كانوا مجمعوا جزيو يا صلاة يا عيدين تتبت يا ولد عيدوش تتبت مجمعوا كيف جربوا على ايدلم ايدلم لمن ايدلم كيف جربوا على انا وكان كيف جربوا على مباشره سو ده من يقبال ወደ ሰላቱ ይገባል አይደል? እኛ ጋር ነው ትንይ ዘግየት ምናርገው ከተላየ ቦታ ስለሚሰበሰብ እንጂኮ ሌሎች ቦታዎች ላይ ባድ ለፈጅር ሙባሸረተን ጻህ ይወጣች አይደል? ሶላተል ዒድ ይከናወናል። ሶላተል ዒድ ይከናወናል። لذلك لا يسو لهم الوقت ግዜውም ይበቃ አይደለምና የሚጀምረው ምንድነው? من منتصف الليل ነው። ከሌሊቱ አጋማሽ ጀምሮ ነው። ከሌሊቱ አጋማሽ ጀምሮ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ይችላልው ያለ ሰው شلو ما جاء بقال كم يابك أدرسني ياللو؟ لو دن قدمك على كتب تاسته ولنوره يجاب أشونا بر. لما إنه تتبتوا على كوين؟ تتبتوا لما إنه؟ لصلاة لما يمتاعون؟ لما يمتاعون مكونه؟ سلذي لصلاة لما يمتاعون سواء سبعة تونو نانتاعون من صلاة توس كم يسجد فجر نز أسخال ساس كم يوم منامن منيلو؟ لا أما تتبت يا عيدين تتبت لما إنه؟ لما يمتاعون؟ لما يمتاعونه؟ سلذي ما أبكى يثنو موني على بيت إلى غروب الشمس اليوم العيدينه. يا عيد كان ما أبكىه؟ صحيح مطلقوا نو يا عيد زكن صحيح زك متطلق درس متطابو سنن يشلال مال عندم دقيقه بياغني معناته طيب ثلاثه يوم مندنو صلاه الاستسقاء استسقاء معناته لذناب يمسجد صلاه معناته ذناب بميطفابت وقت يمسجد يهونه صلاه نبينا صلى الله عليه وسلم بزمناته سجدوال خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبروتم أبا بكر مسجدوال أمير المؤمنين نبروا عمر مسجدوال عثمان مسجدوال قد توارت به الأمم بزيه زناب لما تفاتي متسجد هنا شو الصلاة لاي متى تب سنة نوالو ما ورد دليل على ذلك قد تنيا من رجال ورد ملزة لكن قدم دنا قرقوات شو جماعة مسة بس سببت قلت أنا بشريعة بوتا كفل على الرجل ونقرب تقلال نزين نقروش بسرعة يتودر تكبرنا بميلو من نشاء لأن صلاة تسن لها الجماعة هم صلاتنا وبجماعة ميسجر صلاتنا سلازي من قالوا فقهاؤنا من قالوا وهذا الصلاة يشبه صلاة الجمعة صلاة الجمعة نمي مسلوها إذا أنا سويت سبع سبعه بمسجد بمن بخطبة صلاة الاستسقاء مالته خطبة قالوا هذا صلاة ونسجد لني صلاة ومعينت بابو سندرس النهات على إن شاء الله يمتان سلازي لسوا متاتا من دنو سنانو ما شينا وقتا ميقباو ما شيرهم وقتهم يقبعوا. أبزاني وتشوفوا قاو الشافعية يميلود معظم الناس أبزاني وتشوفوا يتسبسبوا جزينان ومتقبعوا وقتالو. كفيرو تشوفوا كمثل الإمام الرافعي آي أي دلم لصلاة الاستسقاء بتتربت وقتنا ميقبعوا له. تككل أن يرأي السنة بيامنا له والله تعالى أعلم. لمن؟ النزام معظم الناس أبزانيوتشو سوّج سكي سب السبونو يتبعل بتكاو لراسو نزّ أبزانيوتشو سوّج سايت تطبوني سب السبود لأن السو متاتو السنة يدلهم مو أن بربتكو سلذي النسو يركتهم ما جمر يمون أي شلو مو أن اللبت صلاة الاستسقاء بتتقرب بتوقت لا يجمرو جزي قبل مالته نزناب لم يسجر صلاة نوس كتبعل بجزي ما شيء أبكال كصلاة طاب موتات يا أبكال مالته كصلاة طاب موتات يا بكر مرحبا والخصوف والكسوف خصوف يمن له يجرك ان قردوشنو جرك بمتقرد بتجزي خصوف يبالا
كسوف من لوس هاي بمتجارد بتجزينه لو لا توم متاتب من دنو سنانه لو لا توم صلاته النبي صلى الله عليه وسلم إنهم صلاة سجدوا انقدي لا يستسقى عندنا ولا زناب صلاة عندنا سووا تسبع سبوا بجماعة يمسجدوا صلاة سلوانج تصنوا لها الغسل نار متاتبا سنة هون على الصومال وكذلك للنزي لو لا توم لتسعيم لترك أم قدرش متاتب سنانا ومالتنا لك كصلاة الجمعة إن توددوا لازم كم تودوا على مالتنا ما شيء جمر على وقتها قردوشو بجمر ربط وقت جمران صحيح مقرر ستجمر يكلم لوت إيمتان ما تكلم عرض إيمتان ما تكلم سيجمر من يوم متى أبو جمران ما شيء أبقى إنجلاء وتم سيجيمات مولو بمولو قردوشو سين نسا ما كياتون بزان وقت بمولو من سلالة صلاة صلاة تستاو صلاة شو كورونا وقت لاي تقدرنا إذا ريسن تابنتن كورونا ينبرو إذا قدوش نبرال أولون بيبيتون نبريس القرال مسلين يال والله أعلم مرحبا سدستان يوم من دنوالا الغسل لمن غسل الميت أو أي الغسل من غسل الميت مالتنا متات أبنو مواتشن لا تأبسو مواتشن ياتأبسو متات أبو من دنو سنانو مواتشن أورا المتشم مواتشن ماتا من دنو واجبنو أرد مجمرة سالفنا الموت تتبتني أسوأ جبال لالن متشم مواتشو راسو تنسو أتبو راسو بمال لينو أجبو بزوري بالو سووش لين سلازي النزي أتبو سووش لأنسو متات أب سنانو أمي أتبت من بيون مسلمين بيون كافرين بيون كافرين يتطبال بلنا ألا لمندي بلنا ألا براتشو بلنا كافرين يتطب بيشال كافرون حربي كالونا بستكر بطلات النت سيف يمززنا يتقع كالونا بستكر مواهد هنا ذمي هنا كنيا غارا قال تغابتو يمينور قال كيدان يتطبق تسمامتو ينور يا لكافرين بيون يتطبون كالي يتطبال ألا يتطبون كالونا منتو يتطبال بل قال إمامنا النووي في المجموع يجيب على المسلمين إذا تعهد عليهم معاهدة تامة يتموالك الكيران يتقابا كونان ديهم قد يتهون بباتش والماتا نصر مارن نعم مرحبا سلزي مسلمين بياتبا بيهون كافرهم ياتبا بيهون متاتبوا بسو يولا يباتبا سو يولا من هنوال سنة هنوال مالتنا ياتبا سو يمن بيهون نسو بيهونم هايدن بتول مثلا سيت كونه چاتبا هايدن بتول ها دبطاچو አላለ هايد ላይ ያለችን ሴት በታጠብ ለሷ መታጠቦ ሱና ነው ምንም ማያረግላትም ለነን እንቻለም ከያቱ ያ ተጠበት ከሃይዶ አያጸዳት ከያቱ ሃይድ መታጠብ ያለው መቼ ነው ሃይዱ ሲቆም ነው ብለናል አላለ አይሽከታል አይ ስለዚህ ለሷ መታጠቡ ግን ሱና ነው ማለት ነው ለምን ሊመን غسل الميت ميت ላጠበ ሰው መታጠብ ሱና ስለሆነ ማለት ጣሂርም ብትሆን ንጹህም ቢሆኑ እንደ ሴት ያሉ ደግሞ ሃይድም ላይ ቢሆኑ ማለት ነው ምን አለ ቀጥሎ الكافر اذا اسلم كافر ينبر سو دغمو يسلم غزينا متطابو اندزيو سنه نو لان النبي صلى الله عليه وسلم امر سمامه بن اسال سمامه بن الاثال يا امام غزي ينبر السلالمهم يميغرم ينبر اسغلسو نو سمامه بن الاثال سمامه النبي صلى الله عليه وسلم زين በተገኘበት እንዲገደል ካዘዟቸው ሰዎች መካከለ አንደኛው ነበር አንዱ ነበር አፎ መዲናን ሲጠብቁ ሰሃቦች አገኙት ሱማማን ግን አያቁት እና እንደማንኛውም ሰው ምርኮ አድርገው ይዞት መጡ መስጂድ ላይ ታስሮ ሲያገኙት ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዩትና አወቃጁት አሉ ያኔ ትዛላቸው ለካ ታዘው ነበር ሱማማ መሆኑ ወዲያው ሁሉም ሰይፉን አወጣ ሱማማ አሁንማ ረፈረፈደ አሏቸው مسجد لا يتأثر كذا ثمامة بن الأوسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كأثر رتبه على فتتالو كان يبيتي هنا مقبام تقولت من عمنا له تأيكوت ما عندك يا ثمامة له من قال لك من تلنا على ثمامة له بطام عيلين يا صونا بر ثمامة بن الأوسال بطام تبي تنيا إذا قتلتني تقتل ذا دمين على شو يقدر كي يندونا وفرام دمي على صونا متقلوا له فإن شئت مالا قنزف فلقك وانا فاسأل قومي
ህዝቦችን ጠይቀ ፈለከውን ይሰጣዋል ከተውከኝም ደግሞ ውረታ ውለታ መላሽ የሆነ ቸርሰው ነው ተውከው አላቸው ታስሩ እኮ ነው እንደዚህ ይላል ነያች ዘለላ አዘለም ተውት ከኔ ቤት የሆነ ምግብ አምጡለት ምናምን ተንከባከቡ ሁለተኛ ቀን ሲመጡ ተመሳይ መልስ መለሰላቸው ሶስተኛም ቀን ሲመጡ ተመሳይ መልስ መለሰ እንደቅቱል ተቅዱል ዳደም ይላል ወፍራም ደም ነው የምትገለው ምን በኋላ ሳሰለም ፍቱት አሉ በቃ ሂድ አሉት ትተናል ስማም አሉ ከዛ ስማማ ሄደ ስማ ረስቻታለሁ አንድ ቦታ ሲደርስ ተመለሰ አልቻለም ሰው እንደዚህ ሊሆን አይችልም አለ በቃ ኢላ ወአንሁ ረሱልላህ صلى الله عليه وسلم ملكتني مو انا لبل نجي ليون ايشلم متى النبي صلى الله عليه وسلم زند يا محمد علاچو وكان دينك امنت علاچو كان ابغض الاديان عندي اجي تطلع امنت ني زند انت امنت نبر علاچو وكنت ابغض الناس علي ني زند انت اجي تطلع سو نبرك الان وصرت دينك احب الاديان عندي እኔ ዘንድ በጣም የተወደደው እምነት ሆናል አንተም እኔ ዘንድ የተወደድክ ግለሰብ ሆናል አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአንከ ረሱሉላህ ሱማማ ኢብኑ አልኡዛል ሲሰልም ይሄን ካለ በኋላ ሱማማ ታጠብና ና ብለውታል ለሌሎቹ አላሉም ለሰለሙ ሰዎችም ስለዚህ ሁሉም ላይ ስላልተባለ ፈርድ አይደለም ማለታችን ነው ላኪን መታጠቡ ምንድነው ሱና ነው አልካፊሩ ኢዛ አስለም ቢታጠብ ሱና ነው ማለት ነው መፍሁም ያ ጀማዓ እ ነገር ግን ግዴታ ሊሆን ይችላል አንድ ካፊር ሲሰልም መታጠብ ግዴታ ሊሆን ይችላል ምን ከነበረ በክህደቱ ወቅት ጀናባ ከነበረ በክህደቱ ወቅት ጀናባ ከነበረ ወይም በክህደቱ ወቅት في حال كفرها حيض ላይ ከነበረ اذا انقطع حيضها بعدما اسلمت ከሰለመች በኋላ حيضها ሲቆም መታጠብ ግድ ነው ማለት ነው እሱ واجب ነው ገልጽ ነው ጀናባውን ታጥቦ ጀናባ ባልሆነበት ጊዜ የነበረ ከሆነ ግን ከሰለመ በኋላ መታጠቡ ሱና ነው ማለት ነው ግልጽ ነው ግልጽ ነው يا جماعه مرحبا والمجنون المجنون امرون يساتسو امرون يساتسو ሳይሆን امرو باغباو ማይታዘዝለት ግለሰብ ማለት ነው ምንጠቀሙ ተለምዶ ቃል ተከክል ስላልሆነ ማለት ነው ግልጽ ነው يا امره همم ያለበت ግለሰብ ነው مجنون የሚባለው ራሱን መወሰን አይችልም ማለት ነው امره باغباو መስራት አይችልም ማለት ነው والمجنون ስምንተኛው ዘጠነኛው አንድ አይነት ነው المجنون كذاس والمغمى عليه وينم ደግሞ በህመምም ሆነ በሚጥል በሽታ ምክንያት ራሱን የሳተ ሰው እነዚህ ሁለት ሰዎች والمغمى عليه اذا افاق ينقو ግዜና ያም امرን የታመመ ግለሰብ ምን ሆነ የተሻለው ግዜና ጤናማ የሆነ ወቅት ያም ራሱን የሳተው ሰው የነቃ ወቅት ላይ መታጠባቸው ሱና ነው አሉ። መታጠባቸው ሱና ነው። ለምን? 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 لأن الجنون امرون يا امرهم من هنا والاغماء راس المساتم ሁለቱም ማለት ነው። ምን ስለሆነ ነው? مظنة الانزال من سويو بوقته ሳያውቀው ምን ሊወጣ ይችላል? ማን ይሊወጣው ይችላል በዛን ወቅት ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ ለዛ ተብሎ እንዲታጠቡ ማድረጉ ሱና ነው አይደል ግን اذا تحقق ማን ይመውጣቱ ግን ከተረጋገጠስ واجب ይሆንባቸዋል መታጠቡ مفهوم ነገር ግን ያላየነው ሆኖ ከነቁ በኋላ ትጥበት ሱና ነው እንላለን መታጠቡ ግዴታ አይደለም ማለት ነው ግልጽ ነው ነገር ግን መውጣቱ ማን ይ تحقق ያደረገ እንደሆነ መታጠቡ واجب ይሆናል ማለት ነው مفهوم من على قطره الغسل عند الاحرام عند سو لحج ويم لعمره لحج تكبر ويم لعمره تكبر احرام يدرج عند هنا احرام يدرج مالت يا حج ويم يا عمره نيه ادرغو تلبيا ميبالون نغغر يازه مالت بقى احرام مالت هنا قلت انا لهم عند سو نويت عمره على قلت انا لهم ويم لبيك اللهم عمره على ويم لبيك اللهم حج على عمره نيتشالو ويم حج نيتشالو بلو يتناغره غزينا فقد دخل في الاحرام احرام اسكبا مات يان غزينا
إحرامون كما أدرجوا في إهل لما أدرج الزكاة جل سمالت إحرامون كما أدرجوا في متاتبو سنانو لا إحرامو متاتبو لا أمره إلا الله لا منو متاتبو نالكوت لا إحرامو متاتبو الغسل عند الإحرامي بإحرام وقت متاتب سنانة ومالتن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لم صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ثلاثة أطبو مالتن حتى حيد لا يالكم سيد بتوننا عمره بتنيت للسؤال متاتب سنانة مفهوم حيد لا يبتونكم حيد لا يبتونكم ينيت تشندونا متاتب سنانة متاتب سنانة يوم التون نقرت طالج فقد ثبت ذلك في حديث أسماء بنت عميس فقد ثبت ذلك زي حايد لا يهونو نيتو سنة درقو تاتبوال إيه تغني قدينو فيصنوا لها الاقتصال مالت لسوان بيون متاتبو سنة أو مالت مرحبا ولدخول مكة مكة مقبات بمان نيوم وقت مكة كتما يقباسو بمان نيوم ونتا إحراما بلبسه ومحرما مونه لحجنا لعمرة قلتنا له محرما بحجنا وعمرة أو عمرة مالتين لا عمرة لا حج يقبى بهم أو لم يكن محرما محرما ساون يقبان دهنا بمن يوم ملكو مكة يقبان دهنا ولدخول مكة متى تبصنانا فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتنا له يا جماعة ما نبي صلى الله عليه وسلم يتاتبون برسي قبو مكة قبتوا اللي مدقمو مهريم هنا قبتوا يا الإحرام قبتوا للوقوف بعرفة بعرفة لاي لما قوم متاتب سنانا سوي إحرام على فتا مع عرفة سيكون قبتوا شو الآن أنا سو أنا مسألة حج بيادرك إحراموني لبسال يوم التروية مسمن تنياوك اللاي قلتوا لهم إحراموني لبسال من نجيتوال حجنا يتوان بس طنين يوكان وريته هيدان ودا عرفة ترارا هيدان لعرفة سيوتا متات أبو للوقوف بعرفة عرفة ميكومو كم بوهالانو كسد الساعت بوهالانو كسآهيم الزنبل بوهالانو زورنا عصر بجماعة السجدان وان في مسجد النمرة كذابو على عرفة لما يقوم يكيدان عرفة ترارا لما يقوم متات أبو سنانو متات أبو سنانو قلتنو نجرجن عرفة مالت سوّج لعبادة مش سبب سوّب سفران الله سبحانه وتعالى يالك أو تالك سفرانه إذا ما تالك أنه زابو تالا يقوم سوّجنا الله سبحانه وتعالى بمولو للناس تملكته سيابك وانجلاتهم بمولو ميمربت جزينه فقد عظم ذاك اليوم يعني كان الله سبحانه وتعالى من أرجوتان عليك وتعال إزاي سبب سوّترم سوّج الله أكبر واتجوال بل كمال أيكو تجارة فوق كرب واتجوال تملكتو باروتشين يا لما أردنا عرف ترى لا يقومون عرف لا يقومون تزوج لذلك وقالوا فقهاؤنا الشافعية منالوا إيه اجتماع للعبادة العظمى لتعلق عبادة ما سوا سبيا سلونا لازم التاتب الدم بس كم متنا وقاعدة واستقبال لالو لمن عظمه الله عز وجل ما التاتب سنانه بميل واستقبال لذلك ما التاتبون سنانه بميل أسقبته وتعالى معلتنا مرحبا قتل من على أسرى سوستين للمبيت بمزدلفة كذبوا هلا عرفاك قوموا هلا سوج هاي سكيوت أدرسنهم يقوموت كذب أي موتات بوالا بكت تودى مزدلفة يكيرا لما در معلتنا بمزدلفة لما در متات أبا سنانه وقالوا قن معتمدوا يمذهبوا معتمد بمذهبوا تككلن يو أقوامو سنة يدلل سنة يدلم المبيت بمزدلفة سنة يدلم دليل من اللوم وهذا ضعيف ده كمان قلتنا لرمي الجمار الثلاثي لسوستو ميدنجاي ورورا وج اندزيهو متاتب سنانو على
كمزدلفة أبو هلا يوم النحر يمتال أسرن يوكن يمتال أسرن يوكن لا يمجمّر يا من نادر قوت أكبر من دينه تنستن تطر لك من لليتون عدرن تنستن ودا تطر ورورا النهر دالن النار دالن كذا أبو هلا طواف أرقن سنة بك طواف الإفادة برقت بليلو تشوكاناتو جم مكناون يشلان نقر قن يتلم مدو قزو تطراتشين لك مالن نورورا لن طواف الإفادة تشين النار قالن النار دالن سقراتشين لا تشالن يا بك ألقنو يوم النحر ببالومات يا أسرن يوكا سنة من دنو كالن لا أسرن يوكا متات أبن مفهوم يا جماعة لمزدلفة ما درسي هون مشعر الحرام لا يلمكم متى تأمنوا ماشي بعد الصبح يوم النهر يا أسرن يوك أن صبحي كتسجد أبو هلا متى تأمن سنان يالش على سؤال ما أدريك شلال شكري لهم سنة وهذا هو المعتمد في المذهب مذهبات شلال معتمد هنا أقوام إهينو إهينا مدين جاي ورورا ليرم يلجماري ثلاثة متلاوة يمن كان سرانات مشعر الحرام لا يمكم سرانات سلازي عندي سلطة تأمن مدقمو أسفل لا قادر لم مالتنا زي ما يمتعون أقر دقم قموشنا ومالتنا للطوافي لطواف متات أمنوا على وكذلك لطواف وجونا ونجي تطبط ميبالون أقر ضعيفنا أقوام قلت سنوار لم ما أقوامه دكامانو مالتنا والمعتمد إن عدم استحبابه هنا مالتنا أي وددم لطواف متات أم لمن طوافكو صولي السبع سببت مشرا لا يبتشانو متارك تجلال تشانو متارك تجلال الزنو بتلك حج وقت بوالهون حرام بتاعه بارون منهم بزارو بتشان طواف متدرجو مالت مفهوم يا جماعة لذلك سوم السبع سبب بتارنا ما ورد الدليل على ذلك قاعدة ومال تمعلم دليل ما راجعني نم كتثي متى سنة الله بنو منه عدم استحبابين الطواف متى تبني بالنا جرو من دزيو معتمد عليه لما ذهبت شلاي ضعيف نعقام للسعي لسعي متى تب سعي مالت بولتو تراروج مكاكل يمدرق زونو بصفانا بمروة بصفوة ترارانا بمروة ترارا مكاكل يمدرقو غزو لسوم متاتم يبان نغري ناقوم هو متاتبو طوافم كادرق والا ساي سير ياقوم متاتبو انديت يوانال ايه برغت هاون يالو متنوش لاي نو انجي ماقاو قدم بلن درو بقرانباچو متنوش لاي يلم ساي يميل اصلن ما النبرم النبر ما ولتو ما النبرم ليلو تشم تللقو تشو شروحات تشم لاي بنفلق لمسالي قاسم بلاي بنفلق عنا قنج مهيل تشماري قالاتوش ناچو نسي لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان محمد صلى الله عليه وسلم كتما مدينة لمقبات متات ابنوارو متات ابنوارو نعم سنانو برقد كف وقد استحبه إمام النووي في المجموع إمام النووي مجموع لاي تمسى يقوم لي الله برقد إهم بقدموت يا أبي شجاع متنوش لا يلم مدينة مقبات ملوش ماريك على توش مكاكل عندما نمجن يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدينة نبياتنا صلى الله عليه وسلم كاكبر واتشو كتمواش مكاكل عندنا يانو نبياتنا صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة إبراهيم عليه السلام مكان علاقات ودعا لها لرصام دعاء الرجال فإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام مكة كتمان علاقات دعاء ما الرجال تعالوا إني رجموا للمدينة دعاء الرجال بأتف إبراهيم عليه السلام لمكة كاد الرجال بل إلى رواية نبياتنا صلى الله عليه وسلم ودعا لها لإبراهيم عليه السلام لمكة دعاء الرجل لبركة بركة عندي نورات كتمها وأنا أدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام بيطف هذا الرجل بلوال نبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون بلوال مدينة يتشالج كتمانات بيوكو نورال نبي صلى الله عليه وسلم من استطاع يموت في المدينة فليفعل مدينة ما موت يتشالسه يموت فكر فضلها بأحاديث كثيرة النزيه اللي تزبط سبات كتمانات لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم متات أبو سنانه برقت كفيل فقهاء وشاتشن عدم استحبابه إنه يتقنيه دليل إلا بلوان لكن لورود النزيه اللي تقسكوا أتشوه مدينة عظمى تعلق أنه تم يسايوس لهونه لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم متات أبو سنانه والله تعالى عالم ومكتل المسح على الخفين
شرائطه. ما قتل المياوراو بخف لاي سلام أبسا بخف لاي بخف وش لاي سلام أبسا هو لا تخفه نومه كي ما عنده خوف أي لبس ما أدري أنس سوم خوف أي بان ما عنده كالس يدرقو عنده بابا دو غروبيون ما له ها المسح على الخفين المسح كذي في سلام براراو تسوم رجع مسح لا جاري لما المسح ما أبسا ما له عند سو بظاهر بدنه ما أبسا ما له بميتا يساون نتكفلو ما أبسا ما له مسح ميبالو سنو بتكل على الله على الخوفين سيون بج ما دافوش ما بس مالت خوف من الاتشو يميتا وقلو بسوش ناتشو كقودا ويم كتنكارا شرابي ميسرانو عربو چند اچاما اچامو تينبرا اند اچاما اچامو برن بعد دامتو مارون نگر اند اچاما اچامو تينبرا اگرن لما شفن يميك گلق گلو بت لباسم خالسي ايدن كالسير سلا كالسي يورو ايدل مالتي سلا كالسي يورو ايه باب سلا كالسي يملكته بتزنوا سن لا بتشو سي متنا ورا انا تكلموا على المسح على الخفين خفوچ لاي ما بس بتشانو كقودا يميسرو كقودا يميسرو غير لما شفن يمياغلغلو ها شرابوش ناتشو بتلمدو كالسي بلن يمن لبساچو ولاچن يمادرغنو نغر لما ورات ادلم يتسبسبنو مالتي المسح على الخفين دائم تاتا طيب عندما نيوم كزي يفيت انداسالفناچو انداسالفناچو يهونو حغغاتوج ايهم المسح على الخفين سبات حغغات ابرو تهيدو بتال مندنو ما هيته يمجمراو المسح على الخفين مندنو اند هولتنيا وشرائطه نو المسح على الخفين سيسرى قدما هونيتاو تشالو نزا قدما هونيتاو تشو مندناچو مسح على الخفين يمياسجددو غديتاو تشس مندناچو كيفياو انديت نو ميفصمو ها سناو تشو مندناچو بزي تگبارا يميطلوت نغر مندناچو مسحن يميافرسوت نغروچ مندناچو انزيين بمولو ترى بترى ان شاء الله نناياچو علن مالتنا مفهوم يا جماعه دلتنو ها المسح على الخفين الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كاغراتشونا مغراتاتشو رغمو بتام ببذو حديثوش كترغاغطو گدياوش مكاكل اندنياو نو سلا مسح على الخفين فقد روى ذلك اكثر من 70 صحابيا رضي الله تعالى عنهم اجمعين كالسباب لاي صحابوش سلا مسح على الخفين أورتوا سلا مسح على الخفين مالت بخف لاي ما بس ميبالو نقر ين يا يتقنية بالشاس أيهون بأقبابو كترقاقتو الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كاقرار لاتشو نقروش مكاكل وانن يوش مكاكل بل العلماء هي أمة محمد كتليباتشو خصائصوش مكاكل نو بلوال مسح على الخفين من خصائص هذه الأمة المحمدية والمصنف رحمة الله تعالى عليه مسح على الخفين كتتبت بهالا كتتبت هققات بهالا نعمت لمن دنه إني عدر رقو مسح على الخفين كتتبت قارا يميق قنانيو نقر على منور لما سردات لما سرداتهم عند سو بميت تطبت كزي خوف ادرغو انكم بيهون ليابسو ايشيلم ودوء لا اندمي ادرغو كبتوچوا قلتوني يا جماعه عند سو ودوء كادرغه بهالا يلبساچون يقودا كالسيوش من ليارغ يشلال ليابساچو يشلال لكن المصنف الاغتصالات المسنونه كتناغر بهالا تتبت سنة هونو قديتا سنة هونو تتبتو جنك تناقر بوالا نتلو يا متأبت مكنيات في باب مستقل ليبين عند سو تتبت بميتات أبت كزي خفا درقو كنبر عولكوت ياتبال يميلو نقر لما رقاقت رومانت لما رقاقت رومانت مفهوم قلت سنو
ስለዚህ በቆዳ ላይ ማበስ ወይም ኹፎች ላይ ማበስ የውዱ መገለጫ የሆነ ተግባር ነው ማለት ነው ስለዚህ በትጥበትም ላይ አይመጣም بمقاصد الشريعه مقاصد الطهاره ከተናገርናቸው አራቱ ጉዳዮች መካከል ከውዱ ጋር ብቻ ነው ግንኙነት ያለው ማለት ነው ነጃሳንም በማስወገድ ላይ አይመጣም ገልጽ ነው ለምሳሌ እግሩን ነጃሳ ነክቶት የነበረ ሰው በላዩ ላይ ኹፍ ቢያደርግበትና ካልሲ ቢያደርግበት እግሩን ነጃሳ ነክቶታል ሽንት ነክቶታል ኹፍ አደረገበት ግልጽ ነው አይደለም ውዱ ቢያደርግ አይበቃም ማለት ነው مفهوم من مون على البت يا تقول قوم التعطف بشار على البت الذي في باب إزالة النجاسة ما يمتع إحكام الغسل ما يمتع ما لتنا قلت صنع يا جماعة ها مرحبا سيجمر من على والمسح على الخفين جائز على با قدا كالسيوش لاي ما بس يتفكر نقرنا على ንግግሩ የሚለው የተፈቀደ ነገር ነው የተፈቀደ ነገር ነው ያለበት ምክንያት من حيث الاصل ተመሰረት ከተመለከት ነው ምን ይበልጣል ያለ ነው ማጠቡ ይበልጣል ያለ ነው ማለት ግልጽ ነው አይደል جائز ነው ያለው ስለዚህ من احكام الخمسه ከአምስቱ የህግ ግዴታዎች መካከል የተወደቀ ማለት ነው مباح የሚባለው ላይ ወደቀ ማለት የተፈቀደ የሚባለው ላይ ሰው ሊያደርገው ይችላል مفهوم قلت انا علم نغير غير يتشالو نغير لسو مندنو يالنو منو يتشالو يالنو ما طبو يتشالو لان غسل القدمين هي الاصل وهو الاصل اغروتشن متاطب نو مسرته معناتنا مرحبا على الخفين يالا على الخفين ثنيتينو በጣም ራን ይመጣው አንተ ቀኝና ግራ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ኹፍ ማበስ ቢባል ነገር የለም አንደኛውን በግሩም ቢያጥበውም እንኳን ገዘናል ለምሳሌ ቀኙን አብሶ ግራውን ልጠብ ወይም ቀኙን አጥቦ ግራውን ላብስ ቢባል ነገር የለም ምን ስካልሆን ድረስ አንድ ግር ያለው ብቻ ስካልሆን ድረስ አንድ ግር ላለው ሰው ምን ማድረግ አይቻል عند غركوني اننو سلام يابس معناتنو مرحبا نغرغن عندما انيوم نغرم يفقدو يالنا والمسح على الخفين جائز بثلاثه شرائط يفقدال سنل بثلاث قدمه هنيتاوچ نو يميفقدو قال يمجمد تدي علي جمر نو لبسهما نزهين خفين ونزهين ولت كالسيوچ ملبس بعد كمال الطهاره كتموالا نصهنا بوحالا چون دهونه نو الا نصهنا بوحالا يلبساچو دهونه نو باغروچو لاي تاطبو سيابقا ويم نجاسان اوراچو نجاسان اسوغدو سيابقا كذا بوحالا تاطبو سيابقا انزان ملبس نو ياللبت على يا قال هنا يلبسوا خفوج يميادرغون ودو ليابقاقو ايتشلو معناتنو ايتشلو من على بعد كمال الطهاره يعني كتموالا بوحالا نو على كتموالا بوحالا نو من معناتنو لمثالي عند سو ሁለት እግሮቹን አጠበ ለማጠብ ተዘጋጀ አንድ እግሩን ካጠበ በኋላ አንድ እግሩ ላይ ምን መልበስ ኹፍ ማድረግ ايتنا مفهوم يا جماعه من مو موالات علبت كمال الطهاره ما كانت علبت غرانياو غراغرو متطاب ما تشال علبت كذا بوالا نو خفين ملبس يمي قلتوا انا لا لمن عندنياو غرو لا يالون خف ياسغباو بعد كمال الطهاره سلال هنا نو معناتنا قلت نو عند سوودو كادرغا ذا خفوچون بيلبس ان وها يالاغنيو يا اغرو كفل انداله بيارغاغط بيارغاغط اهونم يا يلبسوت يلبساچو خفوچ ايابقاقوت من مون سلاللبت كتبالو الطهارتي مگنيت سلاللبت يتموالا نصهنا ميبال نغر مگنيت سلاللبت معناتنو
لذي من رجاو من دنا ونو لذي من رجاو حديث مغيرانو رضي الله تعالى عنه كنبي أجل صلى الله عليه وسلم قارانا ببركون إلى نبي أجل صلى الله عليه وسلم كتصلاة دوبوها لا ودوا جرقوا إهين سيادرقوا ودعونوا خف لبسوا نبرنا لاوت قال لا تشو تتعدفكم يالا كجلكم مالتو خفاتشون كقراتشون ياول كنا لتاتبوا مالتنو قراتشون ودو سيادرقوا كذا نبي صلى الله عليه وسلم منالوت دعهما تواتشو فإني أدخلتهما أني أسقب بتشاتشو نبرا من سون طاهرتين أهون ميقلت رمسا عسل لما من دنو بالتثنيتينو هنا التم راكهونو بوهالان ياسقبوها تشوالو كهولا التم طهارا موانا تشوكال تقنية آي مولا ميالنو يا مرحبا قديتا تتبت بوتاوش لاي شفاين ليهونو من القدمين كأقروش اقرين شفاين ليهونو على الامر لا قديتا تتبت مشفن على لباتشا يمني لاتشا وبوتاوش لاي وين مشفن عاتشو قد يهونو بوتاوش لاي بمن تعتبت كذي بواها مشفن عاتشو قد يهونو بوتاوش لاي شفاين مهونو للنار رقا قطنو كأقروش ميت بيميت بتاتشا وانا يلا ما نزار الله هون يتلبس يالو وذاك لا يسمى خفن خفا يبالمس خف ميباليتونو كقرچم چميت بلاي مهونو يترغاغط مهو مچال አለበት ايهنن بميقطرون نبرارالن هذا هو الله اعلم وبالله التوفيق اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين